عمالين يزنوا عليا في كل شويه يقولوا لي قول يا كابتن اسلام نتائج الدوري. انا مش هتكلم عن الدوري يا جماعه دلوقتي بعد اذنكم، انا مش هتكلم عن دوري، يعني انا هتكلم عن كاس العالم وعن ريال مدريد ومباراه يوم الاربعاء اللي جاي. بعد يوم الاربعاء يبقى حلال الف حلال. وبعدين الناس كلها عارفه نتائج المباريات، مش لازم احنا نقولها يعني. يعني لما تيجي تسالني قول لي مثلا اوكلاند الاهلي كسب اوكلاند سيتي كام، او نتكلم مثلا 3-0 مثلا اقدر اقول لك، لكن اقول لك كسب سياتل كام اقدر اقول لك، لكن هتيجي تقول لي الدوري. احنا دلوقتي يا جماعه النادي الاهلي بيركز لما نيجي نلعب في افريقيا بنتكلم على افريقيا، لما نيجي نلعب في كاس العالم يبقى بنتكلم عن كاس العالم. صحيح. فاحنا دلوقتي انا مش هتكلم عن حد في الدوري المصري هقول ده كسب كام وده اتغلب كام وده عمل ايه، ماليش علاقه، مش بتاعتي انا. كل غرضي ان انا اشوف تدريب ريال مدريد على قناه النادي الاهلي، اشوف تدريب النادي الاهلي على قناه ريال مدريد. انا متفق معاك يا كابتن جدا في اللي انت بتقوله، دايما خلينا باصين احنا بنعمل ايه وباصين قدامنا، وخلي الناس هي اللي تقول ده النادي الاهلي. بص كده يا سمير، بص النادي الاهلي بيعمل ايه، واحنا يعني خلينا نتكلم في الجزئيه دي. احنا بنتكلم، لو انت بتتكلم على مارسيل كولر الحقيقه بمناسبه 3-0 حقق 6 مرات نتيجه 3-0 مع النادي الاهلي، وبالتالي اعتقد انها نتيجه محببه ليه نتيجه 3-0. لكن انا بتفق معاك تماما ان احنا في 10 ايام احتفال يا جماعه، احنا 10 ايام موجودين في منظومة عالمية، بنتكلم على بطولة عالمية، بنتكلم على ريال مدريد اللي هنقابله إن شاء الله خلال بعد بكرة إن شاء الله. خلينا مركزين في لاعبتنا، خلينا مركزين في تألق النادي الأهلي، خلينا مركزين إن شاء الله في مباراة ريال مدريد، وإن شاء الله نعمل نتيجة جيدة بإذن الله. وليه لأ، دايما اللي بتقال إن أنت ممكن تحقق المعجزة وتكسب هذه المباراة، فهو ده هو ده حوارنا دلوقتي، هو ده حقيقي كلام وجماهير النادي الأهلي، هو ده شغف جماهير النادي الأهلي. إحنا بنتكلم على الكرة العالمية ووصول النادي الأهلي أو وجود النادي الأهلي بشكل كبير جدا على مستوى الكرة العالمية، هو ده اللي يهمنا. واي حاجه تانية لا التفت اليها الحقيقه، يعني لما يجي الدوري والنادي الاهلي يرجع بالظبط كده هنتكلم عن الدوري، هو الدوري اللي بيودينا لهنا بالمناسبه، نتكلم بقى على الاهلي ونتكلم على الفرق الثانيه فاركو والمصري والاسماعيلي و يعني نتكلم على كل الانديه، نتكلم عن كل الفرق وفي وقتها يعني، لانه في الاخر هو الدوري هو اللي بيوديك ان انت تلعب في افريقيا، واللي بيوديك تلعب في كاس العالم للانديه. صحيح. فبالتالي لكن احنا دلوقتي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، حضرتك بتبص على او بتشوف لاعيبه نادي ريال مدريد وهما بيتمرنوا استعدادا لمباراه يوم الاربعاء امام النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي، بتشوف كارلو انشيلوتي هذا المدرب الكبير والعبقري.